نتحدث عن التصوف والصوفية، وهروح لفضيلة الشيخ محمد علاء الدين ماضي أبو العزايم. هل كل شيخ طريقة من حقه أن يفتي؟ ومن أعطاه رخصة الإفتاء؟ لا مش اثنين، كل طريقة من يراقب الطرق؟ حضرتك رئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، هل لك سلطة رقابة؟ من له سلطة رقابة على الطرق علشان يقول شيخ الطريقة ده بيعمل كارثة وهذا لا يجوز؟ الشيخ حسن الشناوي والشيخ أحمد القصبي رحمة الله عليهما، الاثنين دول، الشيخ أحمد القصبي في مولد السيد أحمد البلوي كان في جبر قصات وناس بتيجي وحاوي ومش عارف ايه، فجابهم العيال دي كلها قال لهم تكسبوا كام في الليلتين دول؟ قالوا بنكسب مثلا 1000 جنيه. طلع من جيبه الخاص كل واحد اداله 1000 جنيه وقال له مش عاوزكم اشوفكم في مدة السيد البلوي. ده نمرة واحد. السيد أحمد القصبي كان متيسر الحال، واخد بالك؟ السيد حسن الشناوي رحمة الله عليه راح لوزارة الداخلية وقال لهم أنا عاوزكم تيجوا تشيلوا البلاوي اللي بتحصل في مدينة السيد أحمد البلوي. فمدير الأمن بعت معاه ضابط وخمس ست عساكر. هيخشى من الاصطدام مع الناس؟ لا شالوا. تاني سنة اتغير مدير الأمن. فراح الشيخ حسن الشناوي يقول له ان الراجل اللي قبل منك كذا، انا يا عم سيبهم يسترزقوا. ده من زمان؟ ده ايوه، ده ايام حسن الشناوي الله يرحمه. النهارده يا مولانا السلطه مش في ايدي. مش في ايدك؟ مش في ايدي. انا السلطه على المريدين اللي انا احكمهم، واخد بال حضرتك؟ انما مش السلطة في ايدي. هل المريدين فعلا فكرة النظر الى وجه شيخ الطريقة؟ لا يا مولانا، لا ده كلام كله والتعبد الى النظر في وجه عبادة. لا 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 يا مولانا، الكلام ده كلام فارغ، واللي بيقوله نصابين. الله يكرمك. واخد بالك؟ اللي بيقول هذا الكلام نصابين، واللي بيسمعوا الكلام هذا مغفلين. واخد بالك؟ يعني ما بين النصاب والمغفل الجهل. الجهل والرغبة في الإحساس بالأمان. من هقول لحضرتك مع رجل دين، عشان كده بنلاقي كتير من الفنانين كتير من يعني إيه اللي بيريحهم، الكلمتين اللي بيريحهم عشان ما بيطالبهمش بحاجة. هو بيطالبهمش بإصلاح العلاقة مع الله. واخد دي كلها كلام فارغ. اللي أنا بقوله إن الصوفية، ما هو أنت لو أنت مالكش ماضي يبقى مالكش حاضر ومالكش مستقبل. تمام، مش كده؟ طبعا الماضي بتاع الصوفية كله رائع. خد بال سعادتك في التتار. مين اللي تصدى للتتار؟ مصر. العز بن عبد السلام. نعم. الصوفي. ومين كمان؟ سيف الدين الباخرسي في الهند، اللي خلى جنكيز خان أسلم وعمل بعجائب الدنيا السبعة تاج محل. ودي دفن فيها زوجته اللي كان بيحبها، واخد بال حضرتك؟ ده وقف المدد لهلاكه، وده جمع الصوفيه كلهم عشان يحاربوا هلاكه وانتصروا على هلاكه. ايوه، الصوفي او المتصوف ليس منعزلا عن واقعه. انا بقول لك يا فندم، في نغمه جديده بتقول ان التصوف احنا بعيد عن السياسه. هذه نغمه تافهه. احنا في عمق السياسة. نعم. ازاي يا فندم؟ انا النهاردة وظيفتي ان اصلح المجتمع اللي انا عايش فيه. نعم. واخد بال حضرتك؟ احنا النهاردة للأسف الشديد يعني الكذب والخيانة والنفاق والخداع موجود في المجتمع المصري متسري. واخد بال حضرتك؟ فما بالك انا بقى وظيفتي ان انا اصلح هذا المجتمع على سنة الله وكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ما انحرفش بعيد عنهم. واخد بالك؟ إذا قاعد حصلت عندي مشكلة مش قادر أحلها، مش عيب إطلاقا إن أنا أسأل من هو أعلم مني.
نعم. الشيخ محمد زيد الشيخ الدكتور علي كريمة أحمد كريمة الدكتور محمود عاشور الله يرحمهم جميعا واخد بالك، دول ناس أفاضل ولازم نحترمهم ونجل لهم. إنما لما يطلعوا في التلفزيون ويهاجمهم واحد تافه أو واحد منافق واخد بالك، أنت بتهز صورته، ما بتخليش في قدوة للمجتمع. طب ليه ما يكونش بيننا الحوار حوار علمي؟ يعني دكتور أحمد كريمة حضرتك عالم من الأزهر الشريف، لماذا لا يقوم الأزهر بملء الفراغ الموجود اللي خلى واحد يدعي إن أنا نسبي إلى سيدنا حسني، نسبي إلى سيدنا الحسن عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه، إنه يقول للناس اعملوا ولا تفعلوا، أن يفتيهم، أن يأمرهم، أن يصبحوا مثل العبيد أو المسحورين؟ فين الأزهر؟ ولا يحسن قراءة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بس أرجو اتفضل، أرجو أن سقف الحرية عندك يتحمل الصراحة. اتفضل يا فندم. الدستور الساري لجمهورية مصر العربية ألا ينص على أن الأزهر الشريف في المادة 7 وحده المسؤول عن الشؤون الدينية؟ نعم. جميل. طب لماذا المسألة مش مسألة طرق صوفية فقط؟ طب والفرقة المتسلفة الوهابية التي تمارس الدعوة في مساجد معينة بصفقات معينة وتتصدر للإفتاء وتعمل شغب على الشعب المصري؟ يعني مثلا المتسلفة الآن لما يصدروا بيانات بتحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، نعم، طب هم كده خطأوا رئاسة الجمهورية، خطأوا رئاسة الوزراء، خطأوا الأزهر والأوقاف. فالعملية مش مسألة طرق صوفية وجماعات. يعني التيار السلفي ده من الذي أعطاه الإفتاء ومن الذي أعطاه الدعوة وأن يناهض الأزهر؟ خد بقى المفاجأة، رغم إن في خارجين ويكفر من الأزهر. اسمعني، ويكفر الأزهر. نعم. قلت لك في الفاصل ومش هسمي لأن أنا ما أحبش أخوض في أسماء، إما يأتي مثلا واحد من خارج مصر على بركة الله، مصر مضيافة والحمد لله رب العالمين، لكن لما يمارس الدعوة وفي جهات مسؤولة في الدولة رقابية شديدة الحساسية ويعطي محاضرة تثقيفية، هل هذا تجده في دول أخرى؟ لا، ما تجدوش في دول أخرى. فإحنا قبل ما نقول عفوا، يعني الأزهر ليس جهة تنفيذية. نعم. الأزهر مؤسسة علمية، أنا أناشد الدولة، فعالوا الدستور، الأزهر الشريف وحده المسؤول عن الشؤون الدينية. إذا فعلت هذا ومنعت الأفكار السلفية، مش الصوفية بقى، والمتصوفة الدخيلة أو المدعاة وما ينتج عن السلفية من الدواعش وغيره وأفكار الإخوان إلى آخره، وخليت البوصلة منضبطة كدولة، لكن أنت مدخله مجلس النواب، التيار السلف انت مدخله مجلس النواب. نعم. طيب، مع ان الحزب، مع ان ده مخالف للدستور، يعني كيف النهارده يقام حزب سلفي على خلفيه دينيه؟ لن تمنع السلفيين بالكامل من ممارسه حقوقهم في السلفيه؟ لا 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 لا. ناس عاقلين مفيش. لا لا، مع احترامي. لانه يمارس التكفير طالما بيكفر الازهر. اسمعني بس. طبعا بيكفر الازهر معاك، وبيكفر الصوفيه، وبيكفر الشيعه، وبيكفر كل المخالف، فمش ممكن. يعني ازاي؟ طيب، انا بقول لك الاول قبل ما تقول لي فين الازهر، انا هقول لك فين الدوله.